السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. أربيل والسليمانية، خلافات دائمة وأزمة تنافر كردية تبدد معطيات التوافق وفتح الصفحة الجديدة من الحوار. لتطوير حقول النفط والغاز، العراق يوقع 4 عقود استراتيجية مع شركة توتال الفرنسية. حياكم الله. كل ما اقترب البيت الكردي من حال التئامه بعد مراحل قاسية تقترب من دائرة كسر العظم، كلما تبددت هذه الخطوط الرفيعة وتبخرت فميدان السياسة ما زالت الأجواء فيه ملبدة وتتسع فيه هوة الانشقاق وأزمة التنافر بين الاتحاد والديمقراطي، وتقلل من فرص لملمة أوراق الشتات وفتح الصفحة الجديدة. هذا التباعد يفاقم الأوضاع المعيشية محليا ويصعب من مهمة بغداد في التعامل مع خيار واحد صادر من جبال أربيل والسليمانية معا. برغم البيئة المثالية اللي توفرها السياسة العراقية والفواعل الدولية لمساعد التقارب بين أقطاب المكون الكردي. أما في ملفنا الثاني لحصاد هذه الليلة مشاهدي الأحبة، فبغية تطوير حقول النفط والغاز والطاقة المتجددة وقعت بغداد 4 عقود استراتيجية مع شركة توتال وشركائها، وتعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط. ورغم أنها استثمارات سابقة تعطلت ترجمتها بسبب خلاف حول الحصص المقررة وتمت تسويتها، فإن هذه الرؤية تتوافق مع مساعي زيادة الإنتاج وتحسين بيئة العمل وتقليل الانبعاثات وصولا إلى تقليل استيراد الغاز، خاصة مع التأكيد الحكومي في التعاون الجاد والمثمر في تنفيذ هذه العقود على أرض الواقع، وينعكس إيجابا على واقع الصناعة النفطية والطاقة العراقية. هاي ملفات مشاهدي الأحبة، راح نتابع حظ من حصادنا لهذه الليلة وناقشها مع ضيوفنا الكرام. فضلوا بالبقاء ويانا ومتابعتنا. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة، أرحب بضيفي الكريمين الأستاذ مهدي عبد الكريم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، حياك الله أستاذ مهدي ضيفا كريما في الأستوديو، وكذلك ينضم معي عبر سكايب الأستاذ ديار عقراوي عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، حياكم الله ضيوفا كرام. أبدأ مع حضرتك أستاذ مهدي، نتحدث عن مؤشرات التقارب يبدو أنها شحيحة بين أحزاب كردستان وإن سمحت لها الفرصة في الظهور، ولكن سرعان ما تخرج من متناول اليد. شنو سر التمسك بهذه الفرص رغم ندرتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بدايتي تحياتا الى جنابك وقناتك ومشاهديك الكرام والى اخي وعزيزي الغالي ضيفك الكريم المحترم. حياكم الله. حضرتك تعرف انه في كل، يعني ليس فقط لدى الكرد، في كل الكتل السياسيه والمكونات هناك تحدث خلافات وتحدث مشاكل، وهذا امر طبيعي جدا. وحتى في لدينا يعني هناك لا أحد يستطيع أن ينكر أن هناك خلافات بيننا وبين الأخوة في الاتحاد الوطني وحتى مع بعض الأحزاب المتواجدة في إقليم كردستان، ولكن هذه الخلافات لا تصل إلى مرحلة كسر العظم بإذن الله تعالى، باعتبار هناك مصالح مشتركة ورؤية مشتركة وهناك مصلحة الشعب إقليم كردستان وكيان إقليم كردستان فوق الحزبية والفئوية والكتلوية. كل هذه الأمور تجبر وتضغط على قادة الإقليم على أن يكون هناك استمرار بالحوارات رغم كل الخلافات اللي تطرأ وتحدث. يعني حضرتك يعني شفت حتى في الحوارات الأخيرة اللي جرت هناك بعض الإشكالات جرت مع كل الأسف سوف يتم تجاوزها، وكانت حوارات جدية حقيقة لأنه هناك مرحلة جديدة، هناك انتخابات تهم الإقليم تهم الأحزاب.
يجب أن يكون هناك رؤية مشتركة لدى الأحزاب المشاركة في هذه الانتخابات، وخاصة لدى في المناطق المختلف عليها، إن كان في كركوك في سهل نينوى هناك رؤية أن يكون هناك في ديالة أن تكون هناك النزول في قائمة واحدة. وهذه الحوارات أعتقد كانت خطوة أولى يوم قبل يومين، وإن شاء الله سوف تستمر هذه الحوارات رغم كل اللي حدث حقيقة، وهي أحداث بسيطة لا تصل إلى مرحلة القطيعة، لأنه مثل ما ذكرت جنابك أولا إذا كان بالنسبة للأخوة في الاتحاد فهو خرج من رحم حزب الديمقراطي الكردستاني وأخوة وأهل، رغم كل هذه الأمور اللي تحدثها طبيعية لدى كل الأحزاب الموجودة. حياك الله مجددا أستاذ ديار عقراوي، ونتحدث عن اجتماع عيار الماضي بين اليكتي والبارتي. خرجتم من الإعلام بتطمينات أن الأجواء إيجابية، لكن الاجتماع الأخير لم تخرجوا كقيادات في الحزبين بتطمينات مشابهة، شو السبب برأيك؟ بداية شكرا لكرم الضيافة وتحياتي لحضرتك ولضيفك الكريم ولمشاهدي قناتكم الأكارم. حقيقة كان بودي أن أسمع شيء من سيد ضيفك الكريم، لكن لرداءة الصوت كل شيء ما افتهمت. حقيقة أتمنى يعني من حضرتك ولو بشيء بسيط ما عبروا عنه سيد وضيفك الكريم، لكن جاب على سؤالك. حقيقة أستاذ، هذه الفترة الأخيرة يعني خلال اجتماعين يعني استشعرنا نحن أنه كلما نصل إلى تقارب في وجهات النظر وللأسف نسمع تصريحا أو خطابا إعلاميا من شخص بالقيادة أو بالصف الثاني من القيادات، نجد أنه هذه التصريحات يعني حقيقة هذه التصريحات بالنسبة لي كحزب اتحاد وطني، كحزب كبير وحزب له سمعة داخل الأقليم وفي العراق، نتفهم هذه المسؤولية التي علينا، ونعرف أنه هذه التصريحات ليس يمكن لا نعتبرها شيئا رسميا من الحزب الديمقراطي الكردستاني، ولكن نحس أنها استفزازية وتتأثر على العلاقات بين الحزبين، وخاصة نحن نعلم يعني حقيقة خلال السنة الماضية الخلافات بدأت، دائرة الخلافات تتسع يوم بعد يوم وتتعقد أكثر. فهذه التصريحات وهذه الاستفزازات يعني للأسف لا نقول أنها موجهة، لكن أحيانا يعني نحس أنها هناك توجه لوراء هذه الاستفزازات وهذه التصريحات. ونحن كاتحاد الوطني الكردستاني وفي الآونة الأخيرة يعني نشعر بأنه من مسؤوليتنا نحن والحزب الديمقراطي الكردستاني كحزبين لدينا تاريخ مشترك من العمل والكفاح المسلح ضد الأنظمة الدكتاتورية، ولدينا تجارب مرة أيضا يعني حقيقة، لكن نشعر يعني والمواطن ايضا يشعر في اقليم كردستان كلما كانت هناك تقارب بين الحزبين كلما كانت هناك استقرار في الاقليم، وكلما كان هناك يعني استثمار وهناك يعني اقتصاد مزدهر حقيقه يعني نحن نشعر بالمسؤوليه ونشعر ونتمنى في الاونه الاجتماع القادم انه هذه الاستفزازات وهذه التصريحات سواء من اي جهه ان كانت نجد يعني نقف له حدا او نضع له حدا لكي ان نتجاوز هذه المشاكل، لان حقيقه المشاكل كلما تزداد بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني لن تكون نتائجها سلبيه عن الواقع في الاقليم، وانما تكون نتائجها سلبيه حتى تنعكس في عموم العراق. نعم. السيد مهدي عبد الكريم اختلف بالراي مع حضرتك قليلا، ويتحدث كان في معرض اجابته عن الحوارات، يقول بانها مستمره بين القوى الكرديه للوصول إلى تفاهمات مشتركة. ولكن هنا أيضا أستاذ مهدي أسأل حضرتك عن وجود رأيين صادرين من الأحزاب الكردستانية، واحد صادر من أربيل والآخر من السليمانية، ألا يعقد مهمة تفاوض بغداد مما كان يحدث سابقا؟ هنالك رأي واحد يتفق عليه الحزبين الكرديين، وبالتالي يكون التفاوض بطريقة سهلة. أكيد حضرتك تعرف أنه كنا عند يعني عندما يكون رؤية مشتركة وقرار واحد ووفد مشترك
واحد يكون أقوى من أن يكون على حدة يعني أن يكون منفردة. لهذا السبب هذه الحوارات اللي مضت حقيقة تهدف إلى أن يكون هناك وفد مشترك وقرار واحد ورؤية مشتركة لدى الطرفين. لهذا السبب حتى هذا ما ذكر الأخ العزيز الحبيب التصريحات الكل يتذكر أنه حتى في كثير من الخلافات تحدث تخرج لنا تصريحات إن كان من ليس فقط لدى الكرد من أي الكتل السياسية تخرج تصريحات واستفزازات، ولكن المصب العام هو مصلحة إقليم كردستان وشعب إقليم كردستان، وهذا ما يبحث عنه القادة حقيقة. وبأمانة أنه لدى الأخوة في الاتحاد تاريخ مشترك، لديهم حزب كبير، لديه تضحيات، لديه شارع، لديه جمهور، رغم كل ما يقال، رغم كل ما أنه حتى في الانتخابات أن لن يحصل على أي مقعد، لكن له تأثيره بالشارع. لهذا السبب تحالفه أو حواراته مع الحزب الديمقراطي الكردستان لن تنتهي أبدا. لهذا السبب باعتبار أنه الكل يبحث على مصلحة شعب إقليم كردستان وأهداف شعب إقليم كردستان، وإضافة إلى أن نقطة مهمة وهي أنه كثير من الشخصيات التي تحسب إن كان على الاتحاد وإن كان يعني حقيقة في بعض الأحيان يستفزون ويسبون حتى القيادة اللي عندنا والزعيم مسعود البازان، ولكن الرؤية اللي موجودة لدى القيادة في حزب الديمقراطي كردستان تتجاوز كل هذه الأمور، لأنه هناك مصلحة وهناك شعب إقليم كردستان ينظر إلى هؤلاء القادة. وما حدث قبل يومين يعني أعتقد كان حتى تصريح السيد فاضل ميراني بعد دقائق صرح أنه هذا لا يوجه لا 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 يمثل مثلا رؤية الحزب الديمقراطي الكردستاني، وكان رأي شخصي للسيد سالار، وهذا أعتقد يحدث لدى وهم لن يكون تجاوز أي تجاوز كبير، وهو كان بنية صافية تحدث بما تحدث به. لهذا السبب أعتقد كل هذه الأمور لا تؤثر على العلاقة اللي موجودة بين الأخوة بين الحزبين الكبيرين، وستكون حوارات مستمرة خلال الأيام القادمة بإذن الله تعالى من أجل لملمة، باعتبار أنه هناك مرحلة جديدة، مرحلة مهمة على الشعب إقليم كردستان وإقليم كردستان، وهناك انتخابات، هذه انتخابات مهمة لدى الكل، انتخابات مفصلية ستكون هي حقيقة تبرز أو تفرز قوة مدى كل حزب بالشارع اللي موجود بها، ولتحقيق أولا أهداف المرجوة للشارع الكردي، إضافة إلى وحدة الرؤى ووحدة المصالح المشتركة والمجيء بوفد مشترك أيضا إلى بغداد من أجل الدفاع عن حقوق كردستان. طيب يعني لما كل هذه التطمينات أستاذ ديار، ولكن أيضا هنالك مراقبين يرون بأن هذا التباعد والتنافر بين أربيل والسليمانية من شأن أن يذكي مجددا مطالبة أربيل بالإدارة المستقلة، ما مدى يعني واقعية هذا الطرح؟ والله اليوم ما عندي حظ مدى يوصلني صوت أستاذ مادي، بس حسب ما حضرتك نقلت أنه فعلا الحوارات لا تزال مستمرة. صحيح يعني هناك عقبات، صحيح هناك مشاكل، صحيح هناك خلافات، لكن بالمقابل أيضا هناك إرادة وللسعي للتخلص ولحل هذه المشاكل. مسألة يعني استقلال حسب ما فضلت من حضرتك أنه الأربيل أو السليمانية تطالب بالاستقلال، يعني حقيقة نحن كاتحاد الوطني الكردستاني خلال السنة الماضية يعني طرحنا أكثر من مرة عن الإخوة في الحكومة في أربيل، نحن شركاء وشركاء أساسيين. صحيح يعني وهناك منطقتين نفوذ، منطقة يديرها الاتحاد الوطني الكردستاني ومنطقة يديرها الحزب الديمقراطي الكردستاني، ونحن طرفين أساسيين في حكومة إقليم كردستان وطرفين أساسيين نمثل حكومة إقليم كردستان في ائتلاف إدارة الدولة، لكن أيضا نحن لا نريد أن تكون الشراكة يعني بعدم أن تكون هناك عدالة في توزيع الواردات. يعني يسمي هذه وضع، وطرحنا أكثر من مرة على الأخوة في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وللأسف توصل الأمور إلى مقاطعة حكومة إقليم كردستان من قبل
فريق الاتحاد الوطني لمقاطعه الجلسات الاجتماعيه لاكثر من 6 اشهر، ويعني هذه الخلافات او هذه المواقف التي حصلت في الاونه الاخيره، يعني نحن كاتحاد الوطني كل سنه لا نراها، يعني اسباب بقدر يعني بقدر ما نراه نتائج لاسباب كانت موجوده في السابق. نتمنى من هذه الاسباب معالجتها. صحيح نحن في الاونه الاخيره برغم الاختلافات صوتنا على الموازنه، والان هي صارت قانون الموازنه. نتمنى من الاخوه في الطرفين سواء من اقليم كردستان وفي الحكومه الاتحاديه أن يعالجوا هذه المسألة وبشكل جذري لكي لا يتجه طرف إلى بغداد، لأنه يرى أنه حكومة أقليم كردستان غير عادلة. في الآونة الأخيرة صادقنا على صوتنا من في البرلمان، ونتمنى أن يكون القانون تطبق بحذافيرها ولكي لا يعود الشكوك مرة أخرى، ونسعى كلانا إلى حل ما تبقى من المشاكل مع الحكومة الاتحادية سواء كانت ما تتعلق بمادة 140 والمسألة التي تتعلق بمسألة قانون النفط والغاز والمسائل الأخرى، لكي يعني حقيقة يكون هذه الحكومة والشعار الذي بالإجماع كائتلاف إدارة الدولة رفعنا أن تكون حكومة خدمية. نحن الآن في عموم العراق وفي اقليم كردستان خاصه يعني المواطن تعب من هذه الخلافات وتعب من هذه المشاكل، يحتاج قوت، يحتاج الى رواتب، يحتاج الى خدمات، يحتاج الى اقتصاد، يحتاج الى يعني هذه التي يطالب منها الشارع. يعني حقيقه هذه الخلافات ليست من مصلحه لا الاتحاد ولا في مصلحه الحزب الديمقراطي كل سنة، ولا لمصلحة العملية السياسية برمتها في العراق. طيب أستاذ مهدي، يعني ما يتفضل به السيد عقراوي، نخلي قبالة انتخابات برلمان بعد قرار المحكمة الاتحادية اللي أصبحت هذه الانتخابات أمر لا بد منه، هنا نتحدث عن حاجة العملية لإجراء أو لاستقرار سياسي بمعنى أصح. هل ستجري هذه الانتخابات و هناك جدل بين الحزبين في تصاعد مستمر؟ لا، حضرتك تعرف أنه إجراء الانتخابات لا بد من إجراء الانتخابات باعتبار الآن لا البرلمان اللي موجود لديه شرعية، ونحل البرلمان في إقليم كردستان، وأيضا الحكومة تصريف أعمال، إذن يحتاج حكومة شرعية وبرلمان شرعي، هذا تأتي من خلال إجراء انتخابات. لهذا السبب هذه الحوارات تجري الآن، ومننا لليوم 27 بالشهر يجب أن تحل هذه المشاكل، وهناك رؤية مشتركة لدى الطرفين على خاصة مع الأخوة في الاتحاد الوطني. المفاوضات القادمة سوف تكون حاسمة من أجل قرار موعد الانتخابات النهائي، وبالتعاون مع المركز بإجرائها مع المفوضية، كل هذه الأمور ولا يجب أن تكون قبل نهاية هذا العام باعتبار الحاجة الماسة خاصة في إقليم كردستان. يجب أن يكون هناك برلمان شرعي وحكومة شرعية تنتخب بعد الانتخابات، وهذه الانتخابات التي سوف تفرز حقيقة قوة وتثبت مدى قوة كل الأحزاب المشاركة في الانتخابات من أجل السير بالعملية السياسية إن كان في إقليم كردستان، وأنها مصب إلى العملية السياسية في بغداد. سيكون إن شاء الله انتخابات نزيهة وشفافة، لا ليس مثل سابقاتها باعتبار سيكون إشراف حتى من الأمم المتحدة والمفوضية المركز وقضاة من المركز. لهذا السبب أعتقد إجراء الانتخابات لابد منه، وخلال الأيام القادمة سوف تنتهي هذه الحوارات على خير ويتم الاتفاق على جميع الأمور اللوجستية أيضا لتهيئتها والقيام بهذه العملية بسلاسة إن شاء الله. يتفائل كثيرا السيد مهدي عبد الكريم أستاذ عقراوي حول لم هذا الشتات والذهاب إلى الانتخابات، ولكن نتحدث هنا عن جزئية الإلحاح من الحكومة العراقية من جهة، والفواعل الدولية أيضا من جهة أخرى على ضرورة أن يأخذ مسار التقارب بين الحزبين طريقة إلى التطبيق العملي، لكن حتى هذا السبب اللي يعد ربما سبب قوي باعتبار أنه مطلب دولي لم يوفق في هذا إحداث التقارب الفعلي، كيف تنظر إلى هذه الجزئية؟
يعني حقيقة الانتخابات يعني هذا ليس مطلب دولي وإنما حتى مطلب شعبي أيضا، ومطلب يعني الاتحاد الوطني الكردستاني والأحزاب الأخرى الكردستانية، الحزب الديمقراطي والأحزاب الأخرى، يعني ضحينا الكثير لأجل أن نصل إلى مجتمع مدني، مجتمع ديمقراطي، وانتخابات يكون البنية الأساسية لتداول السلطة. يعني حقيقة هذه الآونة الأخيرة، يعني الخلاف كان بيننا حول موضوع قانون الانتخابات. قانون الانتخابات لم يكن مطلب الاتحاد الوطني الكردستاني لوحدها، وإنما مطلب الاتحاد وحركة التغيير والجيل الجديد والاتحاد الإسلامي، وتواصلوا إلى تفاهمات حتى مع الحزب الديمقراطي إلى يعني، لكن بقت هناك يعني خلافات بسيطة خاصة حول موضوع الكوتا. نحن والأحزاب الأخرى رأينا أنه لابد أن تكون القوانين التي تصدر لانتخابات أقليم كردستان لا يكون معارضا أو مع القوانين التي تسير فيها الحكومة الاتحادية في الانتخابات. لا يعقل أن تكون هناك أربع يعني دوائر متعددة. قانون من 1992 لحد الآن القانون لم يسعى أي تغيير حقيقة. هذا ما طالبنا حقيقة، أن هناك نحتاج إلى قانون ينسجم مع الحاضر، ينسجم مع الواقع، يكون فيها يعني نتيجتها يعني عدالة وشفافية ونزاهة. بهذا القانون الموجود هذا رؤيتنا، لا نصل إلى النتيجة المرضية التي ضحى من أجلها الشعب في أقليم كردستان. هناك ضغوطات على كلا الحزبين، هناك ضغوطات محلية، هناك ضغوطات دولية وأقليمية على الاتحاد والحزب الديمقراطي الكردستاني كي يصلوا إلى نتيجة لإجراء انتخابات. لكن حاليا أستاذ حسنين نحن في فراغ دستوري. طيب. يعني نتمنى أشار السيد مهدي إلى حدوث الفراغ الدستوري وحكومة تصريف أعمال، مطلب وطني. نعم. يحتاج إلى إجماع القوى. طيب. السياسية سيد ديا إذا تسمح لي يعني هنا سؤال حضرتك، يعني نتحدث عن الاتحاد الوطني، هل لا زال مصر على وجوب توفر تطمينات إضافية للوصول إلى العملية الانتخابية؟ نتحدث هنا عن مفوضية انتخابات الإقليم، سجلات الناخبين وغيرها من هذه الإجراءات، ويقابلها عدم التعاون في هذا الملف. هل أن هذا الموضوع راح يلهب الخلافات مجددا كلما بدأ العد التنازلي لإجراء الانتخابات؟ يعني هذه المطالب مو مطالب يعني صرف كاتحاد، قلت لحضرتك مطالب لاتحاد والأحزاب الأخرى أيضا. نعم. يعني لا يعقل أن يكون هناك سجل انتخابي يعني يكون الفرق بينه وبين الحكومة الاتحادية بمئات الآلاف من الأصوات. يعني نحن كاتحاد وأحزاب الأخرى نرى أن هناك استغلال على موضوع الكوتا المخصصة للمكونات والإخوة في المسيحيين والمكونات الأخرى. يعني موضوع الدوائر المتعددة، يعني العراق الآن تعدت المسألة أن تكون هناك 18 دائرة، إلى أن وصل إلى داخل المحافظة أن تكون هناك عدة دوائر، بينما نحن ما زلنا على الدائرة الواحدة. هذه القوانين بوجهة نظرنا نحن كاتحاد الوطني لا يخدم العملية الديمقراطية حقيقة، وأنه لا يكون هناك يعني تمثيل حقيقي لجميع المحافظات لجميع الأماكن. هذا القانون نحن لحد الآن مصرين أنه لابد لمعالجة هذه المسألة، وهناك طعون على هذه الموضوع، ننتظر الإجابة من المحكمة الاتحادية. هذا الموضوع موضوع وطني، موضوع الانتخابات وقانون الانتخابات ومؤسسة المفوضية، هذا مسائل وطنية يحتاج إلى تقارب وجهات النظر جميع الأحزاب السياسية، ليس الاتحاد وحده أو الحزب الديمقراطي، هذا مطلب جميع الشعب أقليم كردستان. ونحتاج أن يكون هذا القانون يعبر عن وجهة نظر جميع الأحزاب لكي يكون نتيجته انتخابات نزيهة وشفافة. نعم. أيضا هنالك القضية نعم. العراقية والكردية عامة. أستاذ مهدي، أيضا هنالك قضية مهمة جدا، الحزبين الكرديين أو الأحزاب الكردستانية بصورة عامة لطالما كانت نسمي بيضة القضبان، لكن بمعنى الإيجابي، خاف ندخل في تفاصيل أخرى. الأمور الخلافية والقرارات الخلافية دائما ما يكون
للجانب الكردستاني كلمة الفصل في أي اتجاه تميل. هذا الانشقاق أو هذا الاختلاف هل من الممكن أن يهدد هذه المكانة اللي يتمتع بها أو تتمتع بها الأحزاب الكردستانية؟ طبعا يعني أنت حضرتك تعرف ذكرت جنابك، كل ما يكون هناك رؤية مشتركة وقرار مشترك تكون أقوى في تفاوضك مع المركز ومع حقوقك. لهذا السبب أعتقد هذه الحوارات سوف تصفي إن شاء الله إلى رؤية مشتركة لدى الحزبين، وخاصة ما ذكر أخوي الحبيب العزيز بالنسبة لقانون الانتخابات وسجل الناخبين. حضرته يعرف والكل يعرف أنه كان هناك اتفاق قبل ما يصدر قرار المحكمة الاتحادية بإبطال أو بعدم شرعية البرلمان وأبطال كافة القرار، كان هناك اتفاق على أن يكون أربع دوائر وحتى الاعتماد على سجل الناخبين بالمركز. كل هاي الأمور تم الاتفاق، لكن عدنا إلى نقطة الصفر وهي القانون القديم الذي، لأنه صعب جدا الآن كيف تغير القانون وأنت ما عندك برلمان، كيف تغير سجل ناخب. وإذا صارت العملية الآن العودة إلى نفس القانون بسجل ناخبين والاعتماد عليه بالمركز. وإن شاء الله هذه الحوارات أيضا سيكون من خلال الحوارات الجادة سيكون اتفاق نوعا ما على ما ذكر الكوتا وغير الكوتا. هاي ممكن يكون بالحوارات يتجاوز كل المشاكل الموجودة، ولكن هناك قانون، هذا القانون هو يجب أن يكون برلمان، وإذا يجب أن تكون انتخابات، وهذه الانتخابات سوف تفرز مثل ما ذكرت. ليش قلت لك مفصلية؟ تفرز قوة لديها شارع قوي، لديها قرار قوي، ممكن أن تشكل حكومة قوية مؤتلفة لديها رؤية مشتركة لدى كل الأحزاب الموجودة، وتكون نزيهة ومقبولة لدى الكل باعتبار متفق على القانون مع المركز، متفق مع المركز على المفوضية على سجل الناخبين. كل هذه الإشكالات اللي كانت موجودة أعتقد سوف تحل هذه المرحلة إن شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ ديار، أستاذ مهدي عبد الكريم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ضيفنا كريم في الاستوديو، والأستاذ ديار عقراوي عضو الاتحاد الوطني الكردستاني حدثتنا عبر سكايب. نتواصل وإياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل، نتابع. حياكم الله مجددا مشاهدي الاحبه، ارحب بهذا الملف بضيفي الكريم الاستاذ مصطفى حنتوش الخبير الاقتصادي. اهلا ومرحبا بحضرتك استاذ مصطفى، واسال جنابك عن ابرام العراق لاربعه عقود مع شركه توتال الفرنسيه لاستثمار الغاز المصاحب وتطوير الحقول النفطيه بقيمه 27 مليار دولار. هذه العقود رغم ان الاتفاق عنها مع الوزاره السابقه، لكن كانت هنالك اعتراضات على النسب المخصصة في هذه الحالة، كيف تمت تسويتها؟ لا ترى حضرتك أستاذ أحمد ورحمة مشاهدي قناتكم الكرام، حقيقة الآن انطلقت اللي هي الجولة الخامسة، هي جولة نفطية لكن تكميليتها راح تكون حقول يعني اتفاقيات غازية يعني غاز مصاحب. كانت هناك حقيقة مشاكل خاصة بهذه الحقول بالنسبة للتندر العراقي. احنا التندر مالتنا كان مرتفع سابقا، طلبنا تندر جديد، احنا عندنا مشكله ان احنا ما نقدر نروح نفاوض الشركات في الدول ونجيبها، شويه عندنا ضعف في هذا المجال، فتجي هي الشركات تقدم لنا عروض. تقدمت لنا عروض، العروض نوعا ما مرتفعت الثمن، فلذلك حدثت توقفات بهذه العروض مقارنه بمنو؟ بلدة نفذة بعض الشركات بالخارج يعني بنفس المواصفات، لكن ذولاك هم عندهم قدره على استقطاب الشركات، على منح يعني فد امتيازات خاصه بيئه استثماريه اكثر امان من العراق. فهنا هم مسببين هذا الشيء، مسعرين التندر. لكن الان اعتقد ان الحكومه بمفاوضات ناجحه وصلوا الى يعني حاله وسطيه، لا هو بالسعر العالمي ولا هو مرتفع مثل ما هم ارادوا بالبدايه ولا في مصلحتنا. هذه الجوله الخامسه هي نفطيه لكن بها جانب تكميلي غاز. الجوله السادسه ان شاء الله حتكون كلها لاستثمار الغاز المصاحب والغاز الطبيعي.
طيب هنا نتحدث ايضا استاذ مصطفى عن اربعه مضامين مهمه في هذه العقود، لو تحدثنا عنها منها زيادة سعة استخراج النفط، استثمار الغاز، تطوير الحقول، ماذا تعني كل هذه الأشكال في القراءة الاقتصادية؟ احنا العراق يعني التوجه الاقتصادي نصل الى انتاج 15 مليون برميل باليوم الواحد، تمام، مثل دول مثل روسيا مثل السعودية، وعندنا طاقة انتاجية بهذا الشكل. والعراق حقيقة كان يفترض انه في هذا التاريخ يصدر لا يقل عن 10 مليون برميل، لكن تعرف حقيقة ممارسات النظام السابق، وبعد 2003 كان هناك منافسة شرسة بالنسبة لدول الخليج بالدخول في اسواق النفط وغيرها. فالان احنا لدينا هذا الطموح، الان احنا ننتج قرابة 5 مليون، لكن مع الجولات الترخي الجديدة مع زيادة الحاجة الداخلية وزيادة حاجة النفط العالمية، توقعات اللي موجودة دوزات النفط العراقية لغاية سنة 2030 العراق قد يصل بالانتاج الى ما يقارب 7 مليون برميل يوميا، الاستهلاك المحلي يسه مليون يوميا، قد يصل الى مليونين، فرحنا حيكون عندنا طاقة تصديرية 5 مليون في حلول سنة 2030. هذه الخطة اللي خلينا نقول هي ليست بالطموحة، الخطة المتوسطة. أما بالنسبة للغاز، احنا تعرف حضرتك وحتى المشاهدين، احنا لدينا مشكلة في الغاز، نستورد سنويا غاز بقرابة 4.5 مليار دولار من الجمهورية الإسلامية. هذا الغاز، وحتى الجمهورية الإسلامية لديها حقيقة حاجة للغاز الآن في وقت الذروة، يعني عند صراع طال وغيره، لكن هم عندهم حاجة هي مهمة في يعني ارتفاع حاجتهم الأساسية. فنحن نمتلك الغاز المصاحب والغاز الطبيعي، فاستثماننا في الغاز يحقق حقيقة تكامل اقتصادي بالنسبة لموضوع الكهرباء، لأنه موضوع حيوي، شريان حيوي في أي دولة هو الكهرباء. احنا الآن استيرادنا الكهرباء بأربعة ونص مليار دولار، رئيس الوزراء اليوم كان في تصريح قال خلال 3 سنوات، احنا شوية خلينا نقول 3 إلى 4، إن شاء الله نكتفي داخليا. 4.5 مليار دولار بدل ما ندفعها ندفع الحين نقول مليار دولار واحد فقط للشركات اللي هي اخذت جولات التراخيص، ونوفر لخزينه الدوله ما يقارب 3.5 مليار دولار، والاهم نكون احنا مكتفين ذاتيين بهذا الموضوع. اما اذا يعني استوردنا محطات جديده للغاز راح يكون بحاجه الى جولات اكثر في المستقبل. فلغايه سنه 2028 اعتقد راح تبقى ازمه الكهرباء الى 27. طيب اسمح لي استاذ مصطفى ان ارحب بضيفي الكريم الدكتور حيدر البطاط الخبير بشؤون الطاقه، يحدثنا عبر ضيف الكريم. دكتور، من ضمن هذه المشاريع اللي فتحنا الموضوع مع الاستاذ مصطفى حنتوش، ضمن هذه المشاريع هناك استثمار للطاقه المتجدده، برايك هذا الموضوع هل يمثل بدايه حقيقيه لاستثمار الطاقه المتجدده في العراق؟ الحقيقه انا ما كنت يعني اسمع الحديث اللي بيناكم، فأرجو إعادة صياغة السؤال بالنسبة لي. تحدثنا عن إبرام العراق لأربعة عقود مع شركة توتال الفرنسية، وتحدثنا عن طبيعة هذه العقود، فأسأل حضرتك عن هذه الجزئية، عقد الطاقة المتجددة، استثمار الطاقة المتجددة، لما نتحدث عن هكذا ملف، هل هذا يمثل بداية حقيقية للاستثمار في العراق؟ في الحقيقة هن مشاريع توتال أربعة، واحد هن تدري هي توتال شركة يعني مهتمة بأمور الطاقة والنفط وما شابه والغاز والكهرباء، يمكن يعني فد شيء جزئي ممكن كامل. فالمشاريع الأربعة، المشروع الأول هو مع الماء، حق الماء اللي هي 5 ملايين برميل، حق الثاني يتعلق باستثمار 600 مضمق من الغاز المصاحب، ثلاثة هو 125 ألف يعني برميل نفط باليوم، الرابع اللي هو اللي جرابك اللي جاي تشير إليه هو الطاقة 1 ميجا يعني 1000 ميجا من الكهرباء باستخدام السولر، الطاقة الشمسية. فهو هذا يعتبر البداية بالعراق في هذا المجال، ولكن يعني حقيقة هنالك مشاريع مماثلة في دول أخرى. حسب ما سمعت يعني أو عرفت أنه سعر المشروع القيمة التقديرية إلى أو المقصود إلى المقرر 3 مليار. حقيقة إذا كان هذا الكلام صحيح اللي سمعته 3 مليار، فيعني أنا استغرب وأضع استغراب كبير، لأنه مثل يعني مشاريع مال طاقة شمسية في الإمارات قبل
سنة أو أقل من سنة 800 ميجا، يعني هنا عندنا 1800 ميجا ب 460 مليون دولار، يعني أقل من نصف مليار. نقول هذا ألف نخليها نصف مليار دولار، فليش يعني بالدول المجاورة بنصف مليار دولار هيك مشروع، ليش بالعراق بثلاثة مليار؟ إذا الأرقام صحيحة، لأن أنا ما متأكد 100%، فهذه مشكلة أولى. المشكلة الثانية اللي إحنا عندنا في العراق تعودنا من وراء 2003 لغاية الآن يعني آلاف المشاريع اللي تبدي وما تكمل. يعني على سبيل المثال وحدة الأزمرة اللي هي عملية وحدة تحسين بار، يعني تقريبا مثل ما نقول تحسين نوعية البارجين اللي هي في مصر البصرة، من 2005 الحال، وكانت يعني المقرر إنها هي 18 شهر سنة ونص، لحد الآن بعدها ما منجزة. والكثير من المشاريع مثلا شركات التراخيص الأولى والثانية والثالثة هسه ما مضى، يعني هذه بها حيلت إلى مرات هيئة نزاهة أو تلكأت أو ما شئت تسمي دكتور، ولكن الآن عندما يتم توقيع هذه العقود مع شركة توتال، تحدثت حضرتك عن الاستخراج أو استثمار الطاقة المتجددة، وأيضا نتحدث أريد أعرف من جنابك عن يعني مقدار الغاز المستخرج ضمن هذه الاتفاقية، كم راح يسد من الحاجة المحلية الخاصة للمولدات الكهربائية؟ قصدك بالمحطات الكهربائية؟ المحطات الكهربائية. السيتي هو اللي يعني احنا عندنا عقد قديم في 2010 مع شيل. نعم. هذا العقد كان استثمار، مو ليش اقول لك يعني كذا متلكه، هذا كان لازم احنا نستثمر 2000 ميجا، نعم. 2000 مخمق، 2000 مليون قدم قياسي مكعب من الغاز، لازم يكون ينجز العمل بالكامل 2017 حد أقصى تنطيها. من 2018 لحد الآن صار فيها 18 19 21، أكثر 6 سنوات، وبعدنا لحد الآن فقط 1000 مقمق. يعني إحنا عندنا 1000 مقمق يجب أن بكرة ما نروح قبل لا نروح لهاي 600 اللي هي من أرطاوي ومن مجنون ومن غرب القرن الثاني، نروح نقول للشغل ليش ما اعطيتونا، نحاسبهم نضغط عليهم يعني ننتزع الألف مقمق اللي جاي تحرق، واللي هم اكبر شركه بالعالم. يعني تدري الشغل هي الاولى بالعالم هي الثانيه بعد اكسون موبر. زين احنا يعني عندنا متعلقات وعندنا كذلك حصص مال نفط، احنا لحد الان مستلمين 4.5 من 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 حصتنا اللي هي 9 مليون. طيب. بعد التنزيل، فهاي مشاكل كبيره خلينا نحلها. نروح يعني احنا رحنا صحيح هاي السدنيه مفيده وسدنا سدنا نص الحاجه. طيب. يعني اذا تقول نص الحاجه بس انت عندك 1000، يعني عندك 1000 موجوده هاي اذا جبتها. احنا قاعد نستورد نقول 1700 من ايران، فهاي ال 1000 موجوده. طيب. ليش ما ننتزعها؟ وهاي ال 600 هاي ال 600 تطول وال 1000 تطول والمشكله راح تطول. طيب أستاذ مصطفى، يعني وجود توتال كبيرة الشركات الفرنسية في العراق، هل يعطي مؤشر أن البيئة المحلية أصبحت هي بيئة مؤاتية للاستثمار؟ يعني هذه الشركات عندما تعمل في العراق، ما هو المؤشر الجديد اللي يدخل على الحسابات؟ يعني أستاذ أحمد، هو صراحة هم ما جايين يشتغلون بقانون الاستثمار العراق رقم 50/2015. طيب. هم جايين بجولات تراخيص، مفهوم جولات التراخيص خلي يفهمها المواطن، هي جولات ينقلها مجلس الوزراء وبعدين يتم الاستثناء من جميع القوانين. نعم. فبالتالي هي عملية خلق بيئة خاصة بهم، هاي جولات التراخيص. فبالنتيجة يعني لا، أنت من تقول جولات تراخيص بالعكس هي عملية إضعاف، وهذا حقيقة. هم إذا يردون يشتغلون بالقوانين العراقية النافذة، اعتقد يعني ما ممكن حتى هذا القطاع ينهض، بالعكس راح يكون عندهم مشاكل وقضاء ماكو يحل لهم هذا الموضوع، بينما بجولات التراخيص الاستحكام الدولي
استثناء من قوانين العمل، استثناء من قوانين الضريبة، استثناء من موافقات الوزارات، استثناء من النافذة الواحدة. فهم جاني مجالات تراخيص صنعوا بيئة استثمارية اللي جاوا يشتغلوا. مع الأسف كنا نتمنى وإن شاء الله نشوف قانون استثمار جديد هو يصنع بيئة استثمارية، وبعد ما يجينا أحد يقول لنا أنا أريد جولة تراخيص استثناء من جميع القوانين. فهو كمؤشر لا يعني أوكي جيد من ناحية موضوع الكهرباء وتوفير غاز، لكن من ناحية الاستثمار لا، بنقول جولة تراخيص احنا نعرف هذا يعزز نظرية أن الاستثمار في العراق البيئة الاستثمارية غير صحيحة، وهذا يعني منتهين من عندها. نعم. يحتاج تصحيح. طيب هسه اكو هذه الجنب القانوني يتحدث عنها الأستاذ مصطفى حنتوش، ولكن دكتور حيدر يعني هذه المشاريع لما تمثل استثمار بأكثر من 10 مليارات دولار، وأيضا راح تبدأ الشركة أعمالها خلال الأيام المقبلة، ترى نسب الإنجاز حتى في بداياتها هل من الممكن أن تكون على أرض الواقع تحدث بعض الفارق؟ يعني مثل ساعة السيد رئيس الوزراء من صرح قال أنه يعني أو جد بديل على مود الاموال، قال اقل شيء تطور 3 سنوات. واما انا خبرتي يعني انا كنت معاون يعني مدير هيئه مشاريع الجنوب، مدير شركه منتجات النفطيه المنطقه الجنوبيه من 94 خدمه، ما شفت مشروع انجزه في وقته، ابسط المشاريع ابسط منها بكثير ما شفت انجزه في وقته، يعني تطور اضعاف الوقت، مثلا مصر كربلاء طول فتشين كلش كبير وما حصلنا نتيجة عليه، عدة التراخيص من 2010 لحد الآن وما حصلنا أي نتيجة، ربع النتيجة حصلناها، الغاز كذلك. ولكن نأمل من الله أنه هذه السياحة تكون متسارعة وتنجز في 3 سنوات أو 4، نأمل أنه من الله أن تنجز في 4 سنوات. ولكن جناب سألت الضيف قلت هل تضيف شركة توتال فتشي لأن جت شركات عالمية؟ نعم. إحنا كل شركات عالمية جت تعمل عندنا، عندنا أكسون موبل، عندنا بيبي، عندنا إيمي، كل الشركات العالمية عملت. بالعكس هي توتال أصلا كانت تعمل واستعبت. أنا أقول كان المفروض هذا خصوصا مفصل الغاز، يعني مفصلية الغاز كان المفروض تنطي إلى شركة غاز البصرة اللي أسسناها، اللي مؤلفة من شيل وميتسوبيشي وشركة غاز الجنوب. احنا اسسنا شركة عالمية تقوم بها ثاني شركة اكبر بالعالم، هاي السفنية كان المفروض تروح لها لان هي بالارض، انت عندك واحد بالارض يعرف يشتغل، عرفت تتعامل بها، عرفت نقاط قوته، عرفت نقاط ضعفه، ليش تجي الواحد جديد؟ انا عن هذا رأيي خاص انه كان يجب ما طول احنا استحدثنا شركة وندعم هاي الشركة، وبالتالي بالاخير راح يكون اسرع، النتائج راح تكون اسرع. هسه احنا راح نبدي نشتغل بدون ما نعرف، انت راح تشتغل ويا واحد مقاول مال بيت ما تعرفه، غير انه تستخدم لك مقاول بيت متعامل وياه فت عشرات المرات. طيب. يعني تقريبا نفس الفكره، ولكن نامل من الله انه تكون هذه يعني الشركه توتال مثل ما تعمل ببلدانها، مثل ما تعمل باوروبا، مثل ما تعمل بجميع دول العالم، وكذا يعني تعمل بالعراق، لان هم كل الشركات من يروح يشتغلون خارج العراق يكون شغلهم مختلف 100% عن الشغل بالعراق. طيب. من ناحيه الاثر البيئي، من ناحيه الاداره المكمنيه، من ناحيه الاداره الحقليه. طيب. من دكتور ناحية حيدر الضوابط الكلف. نعم. حضرتك ضربت لنا مثل كلش قريب للاذهان استاذ مصطفى لما يتحدث الدكتور حيدر عن ان يعني اسلوب المقاول اذا انت ما تعرف شلون راح الشغله ببيتك على مستوى البيت عاد على مستوى جوله تراخيص كبيره باربعه مشاريع، لما رئيس الشركه الفرنسيه يقول ان الشركه راح تعتمد على الكفاءات العراقيه في تنفيذ هاي المشاريع بالتعاون مع خبراء الشركه، شنو التعليق المناسب لهذه الجمله؟ بمعنى كم راح توفر هذه الشراكه من فرص عمل للعقول الأيدي العاملة وبالتالي المردود الاقتصادي؟ الدولة العراقية تعلمت من جلالة التراخيص السابقة اللي قلت حضرتك، احنا عندنا قانون العمل رقم 37/2015 يعطي 50% لازم عمالة عراقية، لكنه بما أن جلالة التراخيص استثنى من قانون العمل فكان اكو استثناءات لشركات، فقاموا يشغلون يجيبون سجناء، يجيبون حقيقة بنغلاديش، يجيبون من دول عمالة رخيصة واحنا شبابنا قاعدين. فالدولة العراقية تعلمت من هذا الملف يعني،
واخذت درس، فالان اصبحت من ضمن الشروط اللي تفرض على الشركات ان تشغل المهندسين العراقيين وتدرب المهندسين العراقيين في دوائر الدوله اللي يمتلكون خبرات، والمهندسين يشغل نسب معينه ويشغل جزء من العماله. فانا اعتقد ان في جولات التراخيص الحاليه لنتقل نسبه العماله من 40 الى 50%، هذا بالنسبه للعماله الخبره. اما بالنسبه للعمال العاديين اعتقد ان نسبه العماله لنتقل عن 70%. هذه رؤيه الحكومه واعتقد ان الرؤيه صحيحه. نعم. ان بعد ما نقبل احنا يجيبون سجناء وما سجناء، احنا شباب عندنا هوايه وعندنا بطاله عاليه، فنريد نسحبها عن طريق هذه المشاريع. فمن ناحيه العماله نعم اعتقد ان الحكومه وضعت في هذه جوله التراخيص في هذا التندر نسبه جيده للعماله، وهذا ما نريده في المشاريع القادمه، لا مثل الجولات السابقه يجيبوننا كلهم اجنبيين واحنا شبابنا قاعدين، وبالتالي حقيقه هذا شيء غير مشجع للاقتصاد. اشكرك شكرا جزيلا الاستاذ مصطفى حنتوش الخبير الاقتصادي، اثريت الحوار ضيفا كريما في الاستوديو، وحدثتنا عبر سكايب الدكتور حيدر البطاطا الخبير في شؤون الطاقه من البصره. شكرا جزيلا لحضرتك، وشكري موصول لكم مشاهدي الاحبه على حسن المتابعه. في امان الله.